ادي عمل الكلمه امباكت وعمل حجم الخط كام؟ 7 اكبر حاجه. طب لو انا ما حددتش السايز بيبقى الديفولت تقريبا 3. الديفولت تقريبا 3. الديفولت 3 ممكن اجي واعمل كده قول زائد 1. يعني ايه بقى زائد 1؟ اكبر من الطبيعي بواحد. اكبر من الطبيعي بايه؟ بالطبيعي بواحد. لو رجعت كده عملت ريفريش باكبر سنه من الطبيعي، باكبر سنه من الطبيعي، خلاص كده؟ واقدر اكتب ناقص 1 والكلام ده كله، ده السايز. وفي طبعا الكلر، وفي طبعا الايه؟ الكلر، وده لون الكتابه، واحنا خدنا الالوان يا اما اكتبها بالاسم يا اما اكتبها بالكود، بطل راب. اجي اعمل ريفريش كده بقى الايه؟ بالاحمر. ده الفيس، ده الايه؟ معلش احسن، ده الفونت، ده الفونت، ده التاج اللي اسمه فونت. في بعد كده حاجات تانية اللي هي الاي، الاي ده بيعمل ايه؟ حد يعرف؟ خط مايل. في الاي ام بيعمل برضه خط مايل، لو انا عملت اي ام وسلاش اي ام برضه بيعمل خط مايل. ده برضه بيعمل خط مايل زي الاي. في البيج، البيج بيعمل خط اكبر من الطبيعي. في السمول يعمل خط اصغر من الطبيعي. يعني مثلا هلو اهي لو جيت عملت لها بيج احنا عاملين حجمها مثلا على 5 ماشي، هتلاقي 5 البيج منه، 5 البيج منه. ولو عملت سمول هتلاقي 5 السمول منه و5 الطبيعي. يبقى عندنا في كل خط في كام درجه خط كمان؟ في 2، في 3. يعني رقم 7 في منه البيج منه، وفي السمول منه، وفي الطبيعي 7 و6 في الـ6 الطبيعي، وفي البيج منه، وفي الايه؟ السمول منه، وهكذا. ممكن اعمل بيج وسمول، بيج وسمول. في تاني سترونج، سترونج زي البي، مش احنا عارفين البي بتعمل بولد؟ مش البي بتعمل بولد؟ صح؟ في واحد تاني زيها برضه اسمه سترونج، اسمه ايه؟ برضه بيعمل بولد، هو زي البي، ده ماشي او ده ماشي، ده ماشي او ده ماشي. معلش انا بحاول اعمل جو، الكلام ده المفروض انتوا خدتوه قبل كده. انا ما بشرحش، انا بدي شرح عشان لما اجي اشتغل محدش يوقفني في الكود، ابقى مهمتي ان انا اركب الموضوع. مش عايز صوت. في سب وسب. سب بالبي تقيله، وفي سب بي خفيفه. لو انا قلت مثلا سب اللي هي البي التقيله دي، اللي هي الدايره بتاعت البي التقيله بتبقى فوق، مش بهزر. لو الدايره بتاعت البي اللي هي فوق دي هتعمل لك اتش 2، هتعمل لك انك هلو اس 2 كده، ترفع لك كلمه 2 دي فوق كده يعني. خلاص. لو عملت سب اللي هي البي الخفيفه اللي هي الدايره من تحت، هتعمل لك 2 من تحت، تعمل لك 2 من تحت يعني كده. خلاص. يبقى في سب اللي هي الاس البي، لما البي يبقى الدايره بتاعتها فوق بتعمل الكلام فوق، لما يبقى الدايره بتاعتها تحت يبقى بتعمل كلام ايه؟ تحت. صح؟ طيب في البري، في تاج اسمه بري. البري ده بيعمل ايه؟ اسمه بري فورماتد. يعني ايه بري فورماتد؟ يعني زي ما انا هنسق هنا بتنسق بره. يعني مثلا كلمه هلو وخدت مسافات كتير كده، وتعامل كمان واحده هلو ومسافات كتير جدا كده، وكمان واحده هلو ونزلت سطر وكاتب يس. طبعا احنا عارفين ال HTML ولا بتعترف بالمسافات ولا بالانتر، لكن لو حطيتهم ما بين بري وسلاش بري هيطبعهم لك زي ما نسختهم في الكود. يعني لو رجعت كده وعملت ريفريش من غير اي حاجه طلعهم لي، حتى تلاقي يس دي يس دي ويس دي مزقوقه جوه سنه، يعمل لك زي ما انت عاملها بالظبط في الكود.
تراجع نفس التنسيق اللي انت عملته في الكود، ده اسمه بري فورماتد. اسمه بري ايه؟ بري فورماتد. خلاص، يعني ايه بري؟ بري فورماتد يعني منسق. بري فورماتد يعني منسق قبل كده، ده معنى منسق في الكود طلعه له. في تاج تاني اسمه بلوك كود، اسمه بلوك كود سلاش بلوك كود. لو حطيت اي حاجه ما بين بلوك كود وسلاش بلوك كود، اي حاجه كده ما بين بلوك كود وسلاش بلوك كود تتضغط. يعني ايه تتضغط؟ يعني ايه؟ يعني ساعات الصفحه تبقى عامله كده، صح؟ لو انا عملت على حته بلوك كود الاقي الكلام عامل كده، ضغطت شويه ايه باليمين وبالشمال، فاهم يعني بلوك كود؟ بلوك كود بتضغط الكلام جوه شويه، بتضغط الكلام جوه شويه، بس انا ما ينفعش احطه مع بري فورماتد. يعني بري فورماتد انت بتقول له نسقه لي كده، فاخد له اضغط لي مش عايزه زي ما انا عامله، مش عارف هيتصرف معاه ازاي. يعني لو عملنا كده وكان في رغي كتير كده، انا عايز اعدي السطر بس. كده شوية بس، شوية رغي كده، شوية رغي كده تصر وسطرين كده. دخل ايه؟ دخل سنة شوية من هنا ومن ايه؟ ومن هنا. تمام كده؟ مفهوم الفكرة؟ مفهوم الفكرة؟ طيب، غير بلوك كود طبعا في سنتر وسلاش سنتر عشان اعمل في النص. ممكن في عندي اس وسلاش اس، ده تعمل ايه بقى الاس دي؟ اس دي اي حاجه ما بين اس وسلاش اس يتشطب عليها. شايفينها معموله ازاي؟ شايفينها اتشطب ايه؟ اتشطب عليها، اتشطب ايه؟ شايفينها؟ ده واضحه ايه؟ مش واضحه؟ الاربعه اس مشطوب عليها؟ الأربعة اس اتشطب عليهم، صح؟ نعم. أيوه هو مشطوب عليهم. بلاش اس دي. وحايد عشان يبقى الشرطة اللي في النص واضحة. خلاص كده؟ مشطوب عليهم. كذلك الاس ممكن أعمل دل وسلاش دل أو سترايك وسلاش سترايك، تبقى كده. ستيك سلاش ستيك. لو جيت عملت فيش نفس كله نفس الناتج، التلاتة كل التلاتة واحد. شو نعرف واحد. في بعد كده اللينكات، طبعا اي كلمة عايز اعملها لينك. اي كلمة عايز اعملها لينك هو عامل كده ايه؟ طبعا اللينك دي معروفه، هي كلمه او صوره او ايا كان الحاجه، حاجه بدوس عليها بتنقلني لمكان تاني. دي مفهوم اللينك. ده مفهوم الايه؟ اللينك. اسمع صوت واحد بيتكلم بقى. ده مفهوم اللينك. فلازم احدد ايه الحاجه اللي هدوس عليها، واحدد ايه الحاجه اللي انا عايز اروح لها، ايه الحاجه اللي انا عايز ايه